أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في الحديث السابع من باب في شأن انا انزلناه في ليلة القدر وتفسيرها من كتاب الكافي الشريف هذا الحديث عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في ضمن هذا الحديث يفسر الإمام هذه الآية من سورة النور الآية الخامسة والخمسين ولقد قال الله عز وجل في كتابه لولاة الأمر من بعد محمد صلى الله عليه وآله خاصة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى قوله فأولئك هم الفاسقون يقول: أستخلفكم لعلمي وديني وعبادتي بعد نبيكم كما استخلف وصاة آدم من بعده حتى يبعث النبي الذي يليه يعبدونني لا يشركون بي شيئا يقول يعبدونني بإيمان لا نبي بعد محمد صلى الله عليه واله فمن قال غير ذلك فاولئك هم الفاسقون الى اخر الحديث الشريف هذه الايه الشريفه تتضمن وعدا للمؤمنين الذين عملوا الصالحات بان الله سبحانه وتعالى يستخلفنهم في الارض يعني يخلفون الكفار والمنافقين وسائر الحكام بحيث يصل اليهم الحكم كما استخلف الذين من قبلهم كما ان الله سبحانه وتعالى استخلف المؤمنين في سابق عهدهم مثلا استخلف سليمان عليه السلام على الارض كما استخلف محمدا صلى الله عليه واله على الجزيره العربيه. ثم ان الله سبحانه وتعالى في هذه الايه الشريفه يبين مجموعه من الاعمال التي يقوم بها هؤلاء. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعني الدين الذي الله سبحانه وتعالى ارتضاه وهو الاسلام ورضيت لكم الاسلام دينا هذا الدين يمكن الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين العاملين بالصالحات هذا الدين بحيث انه يعملون بهذا الدين من غير مزاحم، طبعا في طول التاريخ في غالب بقاع الارض المسلمون المؤمنون العاملون بالصالحات لا يتمكنون من العمل بكل مفردات دينهم، لان هناك طغاة وحكاما جائرين هؤلاء يمنعون من تطبيق كثير من المفردات الدينيه، سواء الحكام الذين يتسمون باسم الاسلام او الحكام الكفار، الان انت تلاحظ التاريخ الاسلامي في كثير من الاحيان حكام الجور كانوا مسيطرين على البلاد، وان طبقوا فلئن طبقوا بعضا من الاحكام الشرعيه لكنهم خالفوا كثيرا من تلك الاحكام فالله سبحانه وتعالى يعد المؤمنين العاملين بالصالحات انه يستخلفهم في الارض وانهم يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم هذا الامر الاول الامر الثاني وليبدلنهم من بعد خوفهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. المؤمنون العاملون بالصالحات في كثير من الاحيان في خوف من الحكام الجائرين، واذا فتره من الفترات هدنه هدوء وعدم خوف، لكن في كثير من الفترات هناك لهم خوف، فالله سبحانه وتعالى يعدهم وعدا اخر بانه يمكن بعد تمكين الدين لهم بانه يبدل خوفهم بالامن يعبدونني لا يشركون بي شيئا استخلفوا في الارض الله مكن لهم دينهم الذي ارتضى ابدلهم من بعد الخوف امنا فالنتيجه أن هؤلاء يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الظروف مهيئة ووعد الله سبحانه وتعالى قد تنجز لكن يمكن للبعض أن يخرج عن الطاعة ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون هذا بالنسبه الى توضيح هذه الايه بشكل مختصر اما البحث الذي يتعلق بهذه الايه هذا الوعد هل تحقق ام انه سيتحقق رواياتنا التي رويت عن ائمه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام تدل على ان تحقق هذا الوعد سيكون حين ظهور الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين العاملين بالصالحات بانه هذا الدين سيسيطر على الارض يعني على كل الكره الارضيه من زمان رسول الله صلى الله عليه واله والى هذا اليوم والى يوم ظهور الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الماضي المستقبل الى حين الظهور هل سيطر او يسيطر الاسلام على كل الكره الارضيه الجواب كلا. في زمان رسول الله صلى الله عليه واله في بداية هجرته الرسول صلى الله عليه واله كان حاكما على المدينة فقط. ثم بعد ذلك من السنة السابعة للهجرة توسعت الدائرة إلى أن شملت الجزيرة العربية فقط في زمان رسول الله صلى الله عليه واله. اما خارج الجزيرة العربية بلاد الروم، بلاد الفرس وسائر بقاع الارض البعيدة هذه كانت تحت اشراف وسيطرة الكفار. وبعد رسول الله إلى يومنا هذا أيضا لم يسيطر المسلمون على جميع الكره الارضيه على منطقه ورقعه شاسعه يعني في زمان امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام من حدود افغانستان الى حدود تونس ومن داغستان شمالا الى اليمن جنوبا الشرق الاوسط وبعض البلاد الاخرى من اطراف الشرق الاوسط استثناء بلاد الشام، هذه كانت تحت حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، لكن بلاد الروم كانت تحت إشراف الكفار، وهكذا سائر البلدان، بلاد الصين، بلاد جنوب أفريقيا، بلاد أمريكا الشمالية والجنوبية، كان بشر يعيشون فيها، صحيح؟ الشرقيون لم يكونوا قد اكتشفوا. تلك البلدان ولكن كان هناك ناس يعيشون فيها وهم كفار والى يومنا هذا لم يسيطر المسلمون المؤمنون العاملون بالصالحات على كل البقاع في الارض فاذا هذه الايه لم ياتي وقتها الوعد لم ياتي وقت تنفيذه بالنسبه الى غير الشيعة يقولون قولان هناك، قول ان هذه الايه تشير الى الفتوحات التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه واله حيث فتحت الشام وفتحت مصر وفتحت بلاد فارس، والبعض الاخر منهم يقول ان هذه الايه تشير الى فتح مكه، لكن كلا التفسيرين محل اشكال، لماذا؟ لان الايه تقول ليستخلفنهم في الارض، الفتوحات الاسلاميه كانت في قسم من الارض لا في جميع الارض، وفي زمان بعد الرسول حيث فتحت هذه البلدان إذا قيست بسائر مناطق الكرة الأرضية، هذه الرقعة التي توسعت فيها الدولة الإسلامية لا تبلغ الخمس أو السدس بل يمكن أقل من ذلك، أربعة أخماس أو خمسة أسداس أو أكثر كانت تحت إشراف الكفار. ولو أرادوا أن يقولوا أن المراد بالأرض بعض الأرض نقول أن التفسير الثاني يكون أولى بأن نقول أن هذه الآية تشير إلى فتح مكة، لأن مكة أفضل من بلاد فارس والروم ومصر وغيرها، لماذا تحملون هذه الآية على الفتوحات التي حدثت بعد رسول الله؟ ولم تحملوها ولم تفسروها على الفتوح الذي التي حدثت في زمان رسول الله وخاصه فتح مكه لو اريد بالارض بعض بقاع على الارض لكن الظاهر من الايه ان المراد جميع الارض فاذا لحد الان لم ياتي تاويل هذه الايه وذلك الوعد لم ياتي وقت تنفيذه وإنما حسب الروايات التي رواها العامة والخاصة رواها الشيعة وغير الشيعة فإنه حينما يظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا سلطانه وحكومته تعم جميع الكرة الأرضية فيملأها عدلا وقسطا بعد ان ملئت ظلما وجورا. فاذا ظاهر هذه الايه باضافه الروايات تدل على ان هذه الايه خاصه بزمان سياتي. زين ذلك الزمان تتحقق هذه الآية وينفذ الله سبحانه وتعالى وعده بالنسبة للمؤمنين العاملين بالصالحات. يستخلفهم في الأرض يحكمون كل الأرض وبعد أن يحكموا كل الأرض يعبدون الله سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا الله سبحانه وتعالى يمكِّن لهم دينهم الإسلام ينفذ في جميع ربوع الارض بدون مزاحم والمؤمنون العاملون بالصالحات يعيشون حاله الامان من غير خوف من الحكام الجائرين. زين هسه نجي الى هذا الحديث الشريف في كلام الامام الباقر عليه الصلاه والسلام وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات من هم الذين امنوا وعملوا الصالحات هذه الايه لها مصادق هذا المقطع من الايه اعلى المصادق هم الائمه بانفسهم عليهم الصلاه والسلام ائمه اهل البيت كانوا يعيشون حاله من سيطرة مخالفيهم وأعدائهم على السلطة وغصب حقوقهم يعني الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للأئمة من أهل البيت كثيرة من جملتها السلطة من كنت مولاه فهذا علي مولاه الرسول صلى الله عليه وآله صرح بإمامة وخلافة الإمام علي بن أبي طالب والأئمة من بعده الأئمة من بعده 12 كلهم من قريش لكن هذا الحق سلبوه وكانوا يعيشون الخوف طبعا الخوف حالة من الحالات البشرية وهذه لا تنافي والخوف لا ينافي الكمال. الله سبحانه وتعالى بالنسبه الى موسى يقول: ففررت منكم لما خفتكم. نبي الله موسى ومن انبياء اولي العزم يقول: ففررت منكم لما خفتكم. في ايه اخرى يقول: فخرج منها خائفا يترقب. الخوف ليس معناه الجبن، البعض يتصور انه الخائف يعني الجبان، لا، الخوف يعني الانسان اذا شعر بخطر فتصير في نفسه حاله هذه الحاله يعبر عنها بالخوف، وهذه لا تنافي الشجاعه، الشجاع معناه انه يقدم بحكمه ولا يفر من ساحات القتال او الساحات الاخرى وهذا لا ينافي انه يخاف من الاخطار طبعا هذا بحث اخر لكن هذا بين قوسين اشرنا اليه فالمصداق الاعلى لهذه الايه الائمه من اهل البيت ابتزوا حقوقهم ومنها السلطه ما تمكنوا بسببه ظلم الظالمين وجور الجائرين من تطبيق الاحكام الشرعيه على وجه الكره الارضيه لان حكام الجور كانوا يمنعون ذلك ما كانوا يعيشون في حاله من الامان الله سبحانه وتعالى في هذه الايه يعدهم بان الدوله ستكون لهم السلطة تكون لهم لكن الله سبحانه وتعالى يختبر خلقه ولذلك لم يمنع الظالمين من ظلمهم حتى يختبر الناس وإلا الرسول صلى الله عليه وآله ثلاثة عشر سنة في مكة المكرمة ثلاثة عشر سنة في مكة المكرمة والملأ من قريش الكفار كانوا الحاكمين في مكة المكرمة وكانوا يضطهدون المسلمين ويضطهدون رسول الله صلى الله عليه وآله يكذبونه يشتمونه يحاولون أن يصرفوا الناس عنه يؤذونه إلى أن أرادوا قتله فالرسول صلى الله عليه وآله خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة ثلاثة سنة المسلمون وفيهم رسول الله صلى الله عليه واله يعيشون مضطهدين من كفار قريش في مكه واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك هاجر الى المدينه المنوره في البدايه سلطه الرسول صلى الله عليه واله كانت محصوره بالمدينه كما ذكرنا الى السنه السابعه من الهجره حيث فتحت خيبر وفتحت أماكن أخرى وتوسعت رقعة الحكم الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أيضا عاشوا ظروف الاضطهاد والظلم وهذا يستمر إلى ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف زين لماذا في مكة الله سبحانه وتعالى لم يسلط الرسول على أهل مكة في هذه الثلاثة عشر عاما لأن الله سبحانه وتعالى يريد للأمور أن تجري بالطرق الطبيعية ثم أتبع سببا والامتحان الخلق فلذلك كان الأمر بشكل طبيعي ولما هاجر الرسول إلى المدينة وأسلم أهل المدينة قويت شوكة الإسلام والمسلمين هذا المصداق الأجله الذين امنوا وعملوا الصالحات طبعا هذا ايضا يشمل اصحاب الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لان هؤلاء ايضا هذه الايه تنطبق عليهم هؤلاء مصداق اخر لهذه الايه وايضا تنطبق هذه الايه على المؤمنين الذين يرجعون في الرجعه الله سبحانه وتعالى يقول قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين هذه من الآيات التي تشير إلى الرجعة والله سبحانه وتعالى في الأمم الماضية أحيا مجموعة من الناس عيسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام بإذن الله أحيا مجموعة من الناس وهناك مثلا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها الله سبحانه وتعالى أماته مئة عام ثم بعثه وموارد أخرى وكل ما جرى في الأمم السابقة يجري في هذه الأمة كما أحيا الله سبحانه وتعالى أموات من الأمم السابقة سواء بواسطة أنبيائه كعيسى أو مباشرة كعزير الذي أحياه الله سبحانه وتعالى بعد أن أماته مئة عام كذلك ما جرى في الأمم السابقة يجري في هذه الأمة الله سبحانه وتعالى يحيي مجموعة من الأموات البعض يستغرب ويتصور أن الرجعة مثلا كفر وشرك كلا هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى ما أجراه في الأمم السابقة يجري في هذه الأمة وما المانع من ذلك ودلت روايات كثيرة أكثر من مائتي رواية في أربعين مصدر يعني روايات متواترة على حدوث الرجعة أيضا مصداق من مصاديق الذين آمنوا وعملوا الصالحات زين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات منكم من هذه الأمة ليس من الأمم السابقة ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم التمكن من الدين من مصادقه السلطة. يعني الدين يكون هو الحاكم في كل شيء في القضاء، في الحكم في البيع في الشراء في كل شيء الان انت عندما تاتي الى المجتمع الاسلامي هل ما يجري في هذا المجتمع في معاملاتهم في ايقاعاتهم في علاقاتهم الاجتماعيه في علاقاتهم الدوليه في سائر الجوانب هل كله منطبق على احكام الشرع الجواب كله كثير من الاحكام وكثير من الممارسات تخالف الشرع. فإذا مصداق من مصادق تمكين الدين هو ان يكون هذا الدين مسيطرا على المجتمع في كل شيء هذا مصداق من المصادق. مصداق اخر من المصادق التمكن بالعلم يعني كثير من الأحيان تشوف المجتمع الإسلامي يغلب عليه الجهل، صحيح هناك بعض العلماء وهناك بعض الناس الذين يمتلكون العلم، لكن الأكثر يجهل وإذا علم جانبا يجهل من جوانب أخرى. طبعا الإنسان الذي يجهل النتيجة راح شو تكون؟ راح تكون أنه عمله سوف لا يكون مطابقا للدين لأنه يجهل، بعض الناس متدين لكنه يرتكب مخالفة حينما يقال له يجيب بأنه لم أكن أعلم بأنه حرام، ولو كنت أعلم بأنه حرام ما ارتكبته، الجهل يسبب عدم التمكن من الدين في كل شيء. فمصداق آخر من المصاديق التمكين هو العلم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ الناس في زمان ظهور الإمام المهدي يكونون علماء لماذا يكونون علماء؟ لأن التعليم متوفر والدين موجود فالناس يتعلمون هذا شيء طبيعي. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا هذا واضح المؤمنون في خوف الله سبحانه وتعالى يبدل خوفهم الى امن. زين نتيجه هذه الامور الثلاثه الاستخلاف في الارض ثم تمكين الدين وتبديل الخوف الى امن يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدون الله سبحانه وتعالى من غير الشرك عباده الله هي امتثال اوامره بقصد تلك الاوامر لان العباده شنو هي العباده اطاعة أوامر الله بقصد ذلك الأمر. تارة الإنسان بدون قصد، الله سبحانه وتعالى يقول والرجز فاهجر الأمور النجسة النجاسات اهجرها. تارة الإنسان يذهب ويطهر جسمه لا امتثالا لهذا الأمر وإنما لأنه يعيش في مجتمع نظيف يستقذرون الذي مثلا تفوح منه رائحه كريهه فهو يضطر ان يستحم باستمرار. زين عمله هذا ليس عباده، صحيح ان الله سبحانه وتعالى يقول طهر والرجز فاهجر وثيابك فطهر، لكن هذا يعمل هذه الاعمال لا بقصد امر الله سبحانه وتعالى، فعمله ليست عباده. وتارة الإنسان يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى قاصدا أمره يعني لأن الله سبحانه وتعالى أمر فلذلك أنا أحجر الرجز لذا أطهر ثيابي وهذا يكون عبادة القصد امتثال الأمر طبعا بحث آخر أنه الأوامر قد تكون أوامر تعبدية لا تصح إلا بنية الأمر بقصد القربة وقد تكون توصلية يعني حتى بدون قصد القربة الأمر يصير فيه امتثال لكن لا ثواب له هذا بحث نتركه إلى وقت آخر زين في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعني يطيعون الله سبحانه وتعالى في كل اوامره بقصد امره. سواء في الامور العباديه كالصلاه والصوم والحج او في الامور التوصليه اللي تشمل حتى المعاملات. تشمل المستحبات وهكذا وهلم جرا. زين، بعد كل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الفاسق الحقيقي هذا الانسان الذي يكفر بعد أن مكّن الله سبحانه وتعالى الدين. بعد أن أبدل الخوف إلى أمن. بعد أن استخلفهم في الأرض، إذا واحد كفر فهذا أبرز مصادق الفاسق الفاسق هو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة إلا إبليس ففسق عن أمر, ففسق عن أمر ربه يعني خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعندنا في الأحاديث أنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يحكم فترة طويلة ينعم اهل الارض بالايمان وبالامن والامان وبالرفاه. وبعد الامام المهدي الله سبحانه وتعالى يحيي الائمه واحدا بعد الاخر فيحكمون لفترات طويله. لكن قبل قيام القيامه مجموعه من الناس يفسقون وتقوم القيامه عليهم ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم فاسقون ناتي الى هذا الحديث الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يفسر هذا ال... هذه الايه ببيان ابرز المصادق يقول استخلفكم لعلمي وديني وعبادتي هذا بيان المصداق الله سبحانه وتعالى لا يستخلفنهم في الارض من مصادق الاستخلاف الاستخلاف في العلم والدين والعباده بعد نبيكم كما استخلف وصاة ادم من بعده حتى بعث النبي الذي يليه كما ان ادم عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى جعل له اوصياء وصي بعد وصي الى ان جاء النبي الذي بعد ادم والاوصياء كانوا مستمرين لعل المراد بهذا النبي نوح عليه السلام لان بين ادم وبين نوح كان اوصياء لادم لان الارض لا تخلو من حجه إلى أن بعث الله سبحانه وتعالى نوحا. يعبدونني لا يش... لا يشركون بي شيئا، عبادة الله لها مصادق، من جملة تلك المصادق يقول يعبدونني بإيمان لا نبي بعد محمد. يعني الكل يعلم بأن خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وآله، ولا نبي بعده، لأن الذي يعتقد بنبوة بعد محمد صلى الله عليه وآله فهذا الإنسان بهذا العقيدة يكون كافرا لأن النبوة من أصول الدين ومن جزء النبوة أن تعتقد بأن خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وآله فمن قال غير ذلك فأولئك هم الفاسقون والحديث له تتم نتركها إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين